أكد المبعوث الأمريكي لأفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك أن بلاده قد تقبل إمكانية أن يتضمن الحل السياسي النهائي في أفغانستان عناصر معتدلة من حركة طالبان بشرط احترام الخطوط الحمراء الموضوعة. وأثنى هولبروك الذي يزور مدريد لحضور مؤتمر دولي لبحث السبل غير العسكرية للمساعدة في إنهاء الحرب في أفغانستان أثنى على تفويض مؤتمر لويا جيرجا الرئيس الأفغاني حامد كارزاي للتفاوض مع المتمردين مؤكدا دعم واشنطن لهذه الخطوة. وأشار هولبروك أن الحرب في أفغانستان لن تنتهي بانتصار عسكري قاطع وأن التوصل إلى تسوية سياسية أمر ضروري.